أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يجلس في المسجد لتعليم الناس، وإنما ذهب مشرقا ومغربا لنشر الدعوة، وما صحة هذا القول؟ مش أدراك، هم عاصر للشيخ. الشيخ كان يدرس في المسجد وله تلاميذ معروفون، وهو درس في حريملة ودرس في العيينة ودرس في الدرعية، كل بلد يأتيها يجعل فيها درس، وله طلاب مشهورون وأئمة كبار تتلمذوا عليه رحمه الله، ويرسل رسائل للأقاليم وللبلدان يدعوهم إلى الله عز وجل. يرسل رسائل، هو بيروح، ما بلغنا أنه راح وتجول، إنما يرسل رسائل ويرسل مندوبين ودعاة إلى الله عز وجل من تلاميذه. هذا الذي عرفناه من سيرته رحمه الله.